هذا القسم سنتناول فيه الخلاصات والاستنتاجات. طيب، نحن بهالمنطقة الأمريكي عاجز عن خوض حرب، خذوها مسلمة، حقيقة ثابتة لا نقاش فيها. طيب، عاجز عن خوض تسوية، ليش؟ لأن ما يريده الأمريكي لينجز تسوية له شيء، عنوان واحد اسمه أمن إسرائيل. اللي مصدق أنه الأمريكي عنده مشكل مع الملف النووي الإيراني بخلاف أمن إسرائيل ما بيعرف شيء. إذا إيران طالعة من أمن إسرائيل وما بتشكل تهديد لأمن إسرائيل وما عندها مشكل في أن توقف دعم حركات المقاومة وأن توقف أي اهتمام بالقضية الفلسطينية جدي وحقيقي، تملك سلاح نووي، ما عنده مشكل الأمريكي. وهي باكستان مثال، وهي الهند مثال. باكستان لأنه دولة إسلامية. ما يعني أمريكا مع كل مشكلتها مع إيران هي الموقف من إسرائيل. حتى البعد الاستقلالي الإيراني ترجمته، لأنه إذا إيران دولة استقلال وطني وما أخذت موقف من إسرائيل معناتها استقلالها مشوب. فجوهر المعيار البارومتر تبع القصة كلها هو أمن إسرائيل. طيب، أمريكا إذا ما عملت اتفاق في ضمان لأمن إسرائيل ما فيها تعمل، ما فيها تعمل أولا لأنه مصالحها، وما فيها تعمل ثانيا انتخابيا وسياسيا، وما فيها تعمل ثالثا استراتيجيا وعسكريا. وبالتالي إذا أي اتفاق لا يضمن أمن إسرائيل ما فيها لأمريكا وما بتمشي فيه أمريكا، وأي اتفاق فيها من إسرائيل ما بتمشي فيه إيران. فإذا نحن قدام استعصاء الحل واستعصاء الحرب، ما بينهما شو بصير؟ حروب صغيرة وتسويات صغيرة. الحروب الصغيرة شفناها، اغتيال القائد سليماني، اغتيال المهدي المهندس. تسويات الصغيرة شفناها، مصطفى القازمي، هاي حروب صغيرة تسويات صغيرة. طيب، شو بده يعمل الأمريكي بالمنطقة؟ أمريكا أصيبت مثل العالم كله كورونا، أصيبت لحالها بالحرب العنصرية المفتوحة اللي بعد لها ما توقفت، أصيبت بالركود الاقتصادي بفعل كورونا وبفعل الموضوع العنصري. فأمريكا مشقفة من جوا، أمريكا مهترية، أمريكا عاجزة، مش بس عن خوض حرب ومش بس عن خوض تسوية، حتى في اللعبة السياسية الانتخابية. بل أول مرة بصير نقاش نعمل انتخابات ولا ما نعمل انتخابات، منغير شكل الانتخابات ولا لا. ترامب عم بيقول إنه إذا أنا ما طلعت بالانتخابات معناتها مزورة، ما راح أعترف بالنتيجة. النظام السياسي الأمريكي مهتز والنظام الاقتصادي الأمريكي مهتز. هذه الأيام فاصلة وحاسمة. لذلك أنا من زمان قلت شهر آب هو شهر مهم جدا، وهو شهر الرقص على صفيح ساخن، تفاوض على قاعدة الضرب والتفجيرات والاشتباكات، وهينا اللي عم نشوفها. بالمقابل شهر أيلول هو الحرائق المتدحرجة، وتذكروني نحن بوضع أمريكا صعب كتير عليها تروح على تسوية فيها تنازل عنها من إسرائيل بس فيها حفظ لماء الوجه، قد تضطر إليها في الآخر، ولكنها ستقاتل حتى الرمق الأخير كي لا تذهب إليها. كيف ما تقاتل حتى الرمق الأخير؟ المرحلة الأولى كانت عراق، عراق على شكل مصطفى القازمي، إضعاف الميليشيات إن هيك بيقولوا، يعني قوى المقاومة، تطويقها، ملاحقتها، أكل كفين مش الحال. طيب، راح على أمريكا، طلع عم يحكي بموضوع الانسحاب الأمريكي ترامب، إنه نحن سننسحب من العراق لكن ما في جدول زمني، انسحبوا من التاجي. شوفوا كيف عم بتصير، كل دفشة على المنخار، انسحب من التاجي بس ما حدد جدول زمني. يعني عم يعمل خطوة، إجا قال جيمس جيفري وقت اللي طلع القانون قيصر حول العقوبات على سوريا انه نحن بدنا العودة الى 2011، يعني انسحاب ايراني وانسحاب امريكي. من قبل؟ إجا اللواء باقري ووقع اتفاقية جوية ومعاهدة وانه نحن بنحمي حالنا بالصواريخ. ضربوا الطائرة الإيرانية ليقولوا انه ما فيكم تحموا حالكم، نقطع لكم خطوط الجو. بالمقابل اجت من العراق الى بيروت شحنات من الفيول برا. شو إلى معنى هيك؟ لا هي مش هيك. اذا هذا الصفيح الساخن. طيب، المعضلتين الكبيرتين انا بقول لكم مش العراق، لانه مش على تماس مباشر مع من اسرائيل. المعضلتان الكبيرتان هما اسرائيل والسعوديه.
إسرائيل يعني حزب الله، والسعودية يعني أنصار الله. طيب الأمريكي بيقدر يقول أنا باخذ لإسرائيل بعطي لأنصار الله، بعطي نعم يعني باخذ من جيبة السعودية بس بحطه بجيبة إسرائيل. يعني الأمريكي يقدم عروضا الآن إنه الإماراتي مع إسرائيل، طيب نعمل رابط نزاع، ما بتفوت إسرائيل أمنيا على الإمارات، مقابل بنربح أنصار الله مكاسب سياسية في اليمن، أعطونا من أمن إسرائيل من الجبهة الشمالية، انسحاب حزب الله وإيران من سوريا، ترسيم حدود مع لبنان. وحكى ديفيد شنكر علنا قال كل اللي بدكم إياه عن حزب الله، حزب الله فاسد، حزب الله بيسرق، حزب الله تجار مخدرات، حزب الله اللي خرب لبنان، مظبوط، بس شو بالآخر قال إنه في عندكم ثروات غاز في المياه وأنتم تعانون بوضع صعب، وهي الثروات بتحل مشكلتكم، لكن أنتم متنازعين عليها مع إسرائيل، قدمنا لكم وصفة للحل اقبلوها. طيب رفضت. الآن الأمريكي يراهن، وأنا بعتقد بده ياخذ 15 يوم، يراهن أنه يستطيع الاستغناء في الانتخابات الرئاسية ليأجل العملية عن التسوية، عن تقديم التنازلات، لأنه شو بده يقول للرأي العام الأمريكي؟ عملت إنجاز. طيب بالداخل ما قدر يعمل إنجاز. شو بده يعمل إنجاز بالداخل؟ سيطر على كورونا؟ شو بده يعمل؟ أطلق الإنعاش الاقتصادي؟ حل المشكلة العنصرية؟ هو هن ثلاث مشاكل وعم يكبر، ما في يعمل حل. بده يطلع يقول أنا حليت المشكلة بالشرق الأوسط، أنهيت الخلاف مع إيران، ورتبت وضع العراق ووضع لبنان ووضع سوريا. إيه هذا بيعمل، لأنه في جنود وفي دم وفي أمن إسرائيل وهذا. طيب هذا شروطه صعب، شروطه بده يقبل وجود المقاومة بسوريا، شروطه بده يتنازل بالترسيم عن إسرائيل تدفع ثمن تقبل حقوق لبنان كما هي، ما بده يتعدل مهمة اليونيفيل، سلاح المقاومة بده يكون مصان ومحمي، الحكومة اللبنانية بدها تدعم ماليا واقتصاديا على قاعدة سلاح المقاومة، وإلا ما في تسوية. معادلة السيد حاضرة، لن تجوعنا وإن هددتنا بالقتل سأقتلك، يعني الحرب. طيب خلينا المنطق الأمريكي الآن، خلينا نلعب ماكرون بالملعب اللبناني للتهدئة، علوط ومش راكبة ومش ضابطة وبعده حريري مش مقبول وكذا، نكسب وقت لنختبر السيناريو الثاني. شو هو السيناريو الثاني؟ هو كتلة من الدول العربية المطبعة نقدمها للرأي العام الأمريكي والرأي العام اليهودي في أمريكا بأنها إنجازات لم يحققها أحد غير الرئيس ترامب. إذا هاي نجحت، واحد، اثنين، بيّنت فوائدها على إسرائيل، ثلاثة، أعطت نتيجة في الرأي العام الأمريكي بالقلم والورقة باستطلاعات الرأي بتحسن وضع ترامب الانتخابي إلى حد إعطائه فرص النجاح، ما بيروح على التسوية، بضل ضاغط بلبنان، بضل ضاغط بسوريا، بيرجع بيضغط بالعراق وما بيعطي جدول زمني. وإذا فشلت ولقاها ما عم تشتريها الناس من أرضها، وبدون السعودية ما عم تزبط، والاستثمار الاقتصادي بده وقت لحتى تبلش تبين نتائجه، ورجال الأعمال اليهود اللي بيفهموا منيح بالمصاري ما داقوا الطعم بعد، يعني ما دخل على جيوبهم ملايين ومليارات من عائدات التطبيع. إذا هذا لم يعطي المفعول المرتجى بده يرجع يكوع ويجي، يعني بالنص الثاني من أيلول بده يكون، وهذا عم نقول الحرائق، حرائق المتنقلة. هلأ في عنا أمرين، الأمر الأول حق الرد للمقاومة وهو رصيد بإيدها، وأنا قلت لكم وقتها إذا بتذكروا أنه لن تستعمله المقاومة رخيص. هلأ يمكن يكون بعد 30 شهر قدام استثمار هذا الحق، لأنه بـ30 التجديد لليونيفيل يمكن أنه ما في مصلحة إذا عملت العملية. بعض الإسرائيلي شايفينه كيف وقف عجل نص مبارح بيخترع لحاله كوابيس ويشوفها بالبرنامج، ويجوا لينا وهجموا لينا وضربنا وعملنا وفأفشلناهم ومنعنا. طيب جيب لنا يا حبيبي جثة، أنت عم تقول كل مرة قتلنا، قتلت أربعة وقتلت خمسة، وينهم؟ طيب هاي حق الرد الذي تملكه المقاومة، أنا رأيي سيستعمل،
واستعماله سيكون مدويا وقد يفتح مسار يقلب المعادلة. المقلب الثاني أنصار الله. طيب أنصار الله يعني إن من زمان عم بيقولوا إنه الإمارات شريك بكل الخراب في اليمن وبالعدوان على اليمن. السعودية أكلت نصيبة بس الإمارات ما أكلت نصيبة. ماذا لو قرر أنصار الله أنه أنا الأوان الآن لتدفع الإمارات الثمن، خاصة أنها قطعت شعرك معاوية يعني أحرقت السفن وذهبت إلى التطبيع مع كيان الاحتلال وبالتالي يجب أن تعاقب. يعني إذا ضربوا مثل ضربة أرامكو اللي عملوها بالسعودية عملوا ضربة على منشآت النفط الإماراتية شو بصير؟ طيب نحن قدام هاي اللي عمول الحرائق المشتعلة، أننا قادمون على تصعيد الفرنساوي لهالسبب. بعد مين ما بيسألوا هلا بيقول المبادرة لم تسقط، ليش ما سقطت؟ مع إنه ما قدر يأمن تغطية لحكومة وحدة وطنية لأنه مطلوب يبقى، لأنه المستجدات بدها حدا يرصدها، بدها حدا يحولها بالسياسي. وبالتالي ماكرون مش مهمته يحكي مع السعودية ليقول لهم اتركوا سعد الحريري يشكل، لا، مهمته يحكي مع إيران ليضل بالوقت اللي الأمريكي بيوصل للطريق المسدود بيقول له يلا امشي مشينا. ساعتها رح تشوفوا إنه سعد الحريري بيمشي وغير سعد الحريري، ممكن يسمي حدا سعد الحريري ويصير الحكي إنه بنعمل حكومة والحكومة بيكون بنعطيها دعم مالي. وأنا من هون كنت أقول دائما إنه لبنان أنا مش متفائل بالتغيير الثوري فيه، أولا لأنه كل هاي المجموعات اللي بترفع رايات الثورة مفخخة يا تركيا يا إماراتيا، لأن أمريكا ما بيدفع مجايبته، يا التركي بيدفع يا الإماراتي بيدفع، البعد المسيحي مسلمينه للإمارات والبعد الإسلامي مسلمينه للأتراك. وثانيا لأنه إذا المجتمع ككل بده يمر بمأزق صعب وهذا ممكن ينتج حالة تغيير، قبل ما يبلش ينتج بالخمسة وسبعين عشناها بيقطعوا المسار، بتفوت الفلوس والإمكانات والهذا. وبالتالي الآن هذا المسار سيقطع مرة أخرى. طبعا هن مراهنين أنه بيروحوا فيه على الضغط على سلاح المقاومة. طيب ما سلاح المقاومة يقدموا حل لهم، قالوا للسيد جوع ما حنجوع شو بنعمل؟ توجه شرقا اللي ما ترجمته حكومة الرئيس دياب، لأنه العهد بعده بيقول يعني رئيس جمهوري اللي هو مع المقاومة انه طالما الفرنساوي جاي وفي فرصة انه الغرب يعطينا الجو المسيحي الجو اللبناني العام، بفضل انه الخليج يعطي، بفضل انه الاوروبي والامريكي هو اللي يمول، ليش لحتى نروح وبالتالي نعمل نقلة يعني قاسية. لكن اذا سكرت ما حدا حيقول انه في عنا بدائل، البديل يجوع البلد ويوقع، ما حدا حيقبل يجوع البلد ويوقع ولا رئيس جمهورية حيقبل. وبالتالي سيخلق مناخ يمكن مع الرئيس حسان دياب نفسه يعاد تسميته إذا مش بجولة أولى بجولة تانية من الاستشارات ويجي ويحمل حاله ويضل راعي على الصين. هذا معناته أنه إذا بدك تروح على الخيارات الصعبة هاي ما بيلا خيارات صعبة، وبالتالي بدك تروح على التصعيد وجه هذا الخيار وتنزل الشارع وتعمل أمن وفلتان مثل ما بتقول العملية اللي صارت بالكورة أنه داعش قوة احتياط والأتراك قوة فوضى ومفعال عظيم. ساعة الحرب على إسرائيل قد تكون مدخلها عملية الرد. وبالتالي أنا أقول نحن في الحصيلة في الاستنتاجات يعني وأختم عند هذه النقطة، نحن أمام مرحلة غاية في الدقة. الأيام التي تفصلنا عن منتصف شهر أيلول هي أيام سريعة مليئة بالمفاجآت، فيها حرائق وفيها منصات سياسية مفتوحة ربما تنتهي ما حدا يستبعد بمواجهة الكبرى، وربما تفتح الطريق للحديث عن التسويات. سلام القدس عليكم وإليكم دائما وأبدا، وشكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة من 60 دقيقة مع ناصر قنديل، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.